Le Maroc va battre le Ghana 2 buts à 1, Inch'Allah, demain. Oui, je vois qu'à part l'Algérie, le Sénégal et le Maroc, c'est les meilleures équipes en Afrique pour moi. غادي تكون المقابلة واعرة وغادي يربح المنتخب المغربي إن شاء الله بمقابل 4-0 أي ماركي حكيمي إن شاء الله إن شاء الله تايقين في المنتخب ديالنا إن شاء الله بحول الله وغادي يحققوا 3 نقاط وحنا تايقين في اللعابة إن شاء الله اللي جاو دابا الحمد لله وخا ما كاينش حكيم جياس المهم كاينين اللعابة إن شاء الله بحول الله في صغير السن وغادي يقدموا مستوى وغادي يحققوا 3 نقاط أنا تايق في المنتخب النتيجة اللي تقدر المثالية نقول لك أخويا 2-0 بالنسبة لي كنتوقع بأن المنتخب المغربي غادي يتعادل بنتيجة 1-1 المهم انا كنتوقع بلي المنتخب المغربي غادي يربح ان شاء الله ب3-1 وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كنتوقع النتيجه تخرج ب4-1 الدراري ديالنا راهما تبارك الله راهما كاينين هذا العام كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كما كنعرفوا الماتش غادي يكون صعيب ما بين منتخب اللي قوي حتى هو كيلعب على الكاس المنتخب ديالنا عارف بلي الماتش ما غاديش يكون سهل وحنايا كمغاربه كنساندوهم طبعا في السراء والضراء وكنتمنى لهم ان شاء الله شي نتيجه ايجابيه اللي تفرح الشعب المغربي وتفرح الجمهور المغربي ان شاء الله واهم حاجه هي ان شاء الله الفوز والتوقع ديالي بالنسبه ليا غادي يكون ماتش غيكون مزير ولكن كنظن النتيجه غتكون 2-1 للمنتخب ديالنا ان شاء الله وحظ موفق ان شاء الله المنتخب المغربي حنا تايقين فيه بزاف وبالنسبه للتوقعات ديالي فوز ديال المنتخب المغربي هدفين. Thank you.